السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدناكم دايما على قناة عبد الرحمن. قناة عبد الرحمن قلنا عليها قناة سياسية وثقافية وترفيهية وفلوجات لعبد الرحمن، وكان في مفاجأة احنا محضرينها اللي هي الطبخ. طبعا دي احنا كنا مخلينها على جنب علشان خاطر حماتي، طبعا جدة عبد الرحمن في الاكل ملهاش مثيل، يعني شيف درجة اولى، معتبر شيف درجة اولى. تمام، هنطلع لكم اول فيديو ليها النهارده. اول فيديو لجدة عبد الرحمن، هتعمل لكم النهارده حاجات جميله جدا، يعني هتعمل لكم صنفين كده بس، هتشوفوا انتوا في اشياء مختلفه عن بره. يعني هي شيف خمس نجوم بس بالنكهه الشرقي، يعني تعمل لك الحاجه الشرقي بالخمس نجوم، يعني احسن من خمس نجوم. يعني النهارده هنبدا مثلا هنعمله مكرونه بالبشاميل اللي هي دي. طبعا احنا اول حاجه هنقول لكم المنيو النهارده، اللي هي مكرونه بالبشاميل وفراخ مشويه في الكيس الحراري. نبدا النهارده اول حاجه نقولها لكم اللي هي المكرونه. طبعا احنا عارفين كل الدنيا كلها بتقيس المكرونه ازاي. طبعا المكرونه زي ما انت شايف كده، دي مكرونه لازم لما تيجي تسلقها ما تخليهاش مستويه قوي، ما تعجنهاش، يعني تخليها الدنت كده. الدنت يعني تبقى فيها عضه، اهم حاجه يبقى ايه الدنت كده. انا مش عارف امسكها بايديا، تلاقيها ايه مش مستويه قوي، مش مهروسه. وما يعني تخلي بالك في السلق بتاع المكرونه بتبقى ايه، بتبقى زي فيها عضه كده، وفي نفس الوقت تبقى ايه مش مستويه قوي. تمام. وبعدين في حاجه تانية مهمه قوي، في ناس لما تعمل مكرونه بشاميل، دي ملحوظه بقى انا واخدها من حماتي، بعد ما بتسلق المكرونه بتيجي في الاخر تحط شويه زيت فوق كده على ايه عشان تلمعها. طبعا كده غلط، المكرونه لازم تكون زي ما هي كده. ليه بقى؟ علشان وما تشطفش، وبتقول لك كمان في نفس الوقت ما تشطفش، يعني بعد ما تسلقها تفضيها كده وما تشطفهاش، تخليها زي ما هي، عشان لما تبقى بتلمع كده من الزيت ما بيمسكش فيها اللحمه المفرومه. لكن لما تبقى كده تيجي تحط اللحمه المفرومه، هي دلوقتي بتعمل، بصوا اللحمه المفرومه بتعملها عصاج، بتعصج اللحمه المفرومه عشان المكرونه اللحمه تمسك في المكرونه، تبقى كلها كتله واحده ما تسيبش منها. في ناس ايه تلاقي المكرونه تسيب من اللحمه، ده السبب ايه بقى؟ دي طبعا ورق لوري، وخلي بالكم ورق اللوري مهم جدا يا جماعه. دلوقتي انا هتكلم على الورق اللوري بعدين، بس دلوقتي اللحمه المعصجه حماتي هتشرح لكم بتتعمل ازاي. قولي بقى حماتي بتتعمل ازاي. بطلع نص تحميره حبايبي حلوين، نص تحميره، بعدين تحط اللحمه عليها، ورق لوري، واحدتين حبهان، وملح وفلفل، وتقلبي فيها لحد ما تستوى تبقى حلوه، وخلاص على كده. وتشيليها بقى، وبعدين تروحي للمكرونه تحطي في قلب المكرونه وهي مقلوقه. البشاميل بقى ماما طريقه. البشاميل بقى طبعا دي بشاميل. طبعا هتقول لكم بقى طريقه عمل البشاميل دلوقتي. ايوه، تحطي بقى معلقتين دقيق، ثلاث معالق دقيق على حسب المكرونه اللي قد اللي انت هتعمليها. تمام. وتحطي كيلو اللبن وتقلبي، ولو عندك شوربه تزودي بالشوربه، وملح وفلفل، وتقلبي لحد البشاميل. بعدين تحطي حبه جبنه كده في النص. خدوا بالكم يا جماعه عشان دي بتتعمل بطريقه معينه في النص كده، حبه جبنه كده. تمام. وبعدين جبنه كيري مثلثات، جبنه كيري، جبنه تركي. أيوة. جبنه بتاع ده مبشوره، اي جبنه يعني، جبنه مرتزيلا، اي حاجه. البشاميل بيحب الجبنه، بيحب الجبنه والحاجات دي. تمام. وبعدين تحطي حبه يعني بقى. هي حماتي بتتعمل ازاي البشاميل؟ قولي تاني. احط معلقه بس الطريقه الصح طبعا، ثلاث معالق بشاميل جاهز زي ما انتوا عايزين. لا بلاش الجاهز، احنا عايزين نعمل حاجات. ثلاث معالق دقيق تتحمر في معلقه زبده. تمام. وبعدين تحطي عليها اللبن. تمام. وبعد كده تسيبي تقلب، بعدين لو عندك شوربه ولا عندك حاجه تزودي بيها. اهم حاجه الشوربه. الشوربه بتبقى جميله جميله في قلب البشاميل. بالشوربه. زوديها بالشوربه، ما تزوديهاش بالميه. لحد ما يغلي معاكي واستوى وتحطي عليه. ايوه. هتجيبي بقى المكرونه بعد ما تسلقيها. بس ما تخليهاش تجمد قوي، يعني لما تبقى سايله كده. سايله ولا جامده ولا سايله. ايوه تمام. تبقى حلوه مظبوطه. الاكل دايما بيبقى كويس، بس المهم المقادير مهمه جدا. المقادير بتاعته والتحابيش بتاعته. احنا دايما الشعب المصري ايدينا فرطه.
يعني ده مش يعني دول على الشعب المصري مش بخيل. هتشوفي ولا زبده كتير ولا سمنه كتير. مهم لا زبده كتير ولا سمنه كتير. بعد كده هتجيبي المكرونه المسلوقه تاخدي كبشتين مكرونه. تمام هنرجع لها احنا تاني دي يا حماتي لما نيجي نعملها هنرجع لها تاني. طبعا احنا حضرنا اللحمه اللي على السج اهو. بعدين هرجع لكم تاني يا جماعه. هي حطت ورق لوري. ورق اللوري ده مهم جدا لسبب معلومه بقى. انا سيبوني بقى للمعلومات العلميه دي. ورق اللوري لما بيتحط وخصوصا مع الفراخ بيمنع تراكم الدهون الثلاثيه من الجسم. يعني الفراخ دايما بيبقى فيها دهون ثلاثيه، يعني الفراخ هي اللي بتسبب الدهون الثلاثيه في الجسم، الدهون الثلاثيه اللي هي بتبقى موجوده على الكبد، فاللي بيمنعها اللي هو ورق اللوري. فاهتموا جماعة بورق اللوري واحدة بس صغيرة كده. انتوا لو جبتوا كمية صغيرة هتكفيكوا كتير قوي. ده اللحمة ودي البشاميل طبعا. طب نعمل بقى المكرونة. وده المكرونة دي ايه المكرونة تمام. طبعا هي هتعمل خضار سوتيه كمان، بس الخضار السوتيه هي الاول شوحته زي ما انت شايف كده. طبعا ما شوحتش الفلفل لكن شوحت الكوسة والجزر والفاصوليا. تمام يا جماعه نبدا دلوقتي في عمايل بقى المكرونه. خدنا معلقتين بشاميل حطيناهم على المكرونه. تمام ادي بشاميل الاول نحطه على المكرونه وبعدين نبتدي نقلب نفس المنظر كده. قلبنا ايوه تمام بعدين معلقه كده وبعدين معلقه ثانيه على الصينيه. طبعا دي صينيه هتخش الفرن. صينيه ايوه تمام. طبعا ما فيش صينيه فويل، حتى اي صينيه يعني بس اي الالومنيوم يا بايركس اي حاجه يعني بيبقى احنا بنحبه طبعا دايما استمرار بيكون كده. وبعدين ايوه بابا طبعا دي البشاميل اللي خدت منه شويه حط في الصينيه. وبعدين هناخد بقى من الحله اللي احنا عملنا فيها دي هنوزعها بنفس الطريقه كده. هنوزع يوزع. على فكره يا جماعه احنا بنقول لكم معلومات مهمه جدا ممكن تسمعوها من حته ثانيه بس مش بنفس الدقه دي. يعني ورق اللوري مهم جدا. المكرونه لازم تبقى تعض كده الدنت كده تعض معاك ما تبقاش معجنه وما تشربش ولما ما تتغسلش يعني بعد ما تسلقها ما تغسلهاش خالص ولا تحطي عليها ميه نهائي ولا شويه زيت. وبعدين هنبتدي ايه نحط بقى ايه البشاميل اللحمه اللي هتحطي بشاميل تاني حماتي كده فوق الصينيه فوق طبعا فوق اول دور اول دور بنحطه ايه اللحمة. وبعدين بنجيب اللحمه المعصجه اللي هي عصاج يقولوا ليها لحمه عصاج. وبعدين نبتدي نوزعها بنفس المنظر كده. طبعا عايز تحط ورق اللوري حطه مش عايز شيلها. لا لا مش تتشال صح تتشال؟ ايوه ادي اللحمه بتتحط بالكميه بالصينيه. تمام ايوه يلا حماتي حطي بقى المكرونه. تمام كده ايوه تمام. بعدين المكرونه وبعدين نبتدي نضيف تاني المكرونه بنفس المنظر كده تاني. مع هي مش الكميات والمقادير مش بكترها يا جماعه خلي بالكم يعني عشان دي مهمه. احنا شعب مصري شعب مش بخيل شعب كريم جدا ايدينا دايما فرطه لما نيجي نعمل حاجه احطه كتير. اشمعنى طب الملح اللي ما نحطش منه كتير؟ خلي بقى يعني ميزانك زي ميزان الملح بالظبط يعني ما يعني مثلا ما تبقاش اللحمه كتير قوي عشان لما حد يجي انت معزوم حد يتعزم ولا حاجه انت معناه ان انت بتقول ان انت يعني لا يعني علشان ايه يحس كده يعني ما تبقى الحاجه يعني بكميات قليله كده بتبقى شكلها كمان حلو. بعدين حطينا وبعدين نضيف كمان البشاميل البشاميل بتاعنا زي ما انت شايف. يعني انت لو جالك ضيف ما تدلوش كوبايه تكون مليانه قوي، لا كوبايه لازم تكون مش مليانه على الاخر عصير لازم تكون فيها حتى في الاخر كده فاضيه منظر حلو وشيك حلو ومش احراج يعني نفسيا
نفسيا اسهى. انت لو رحت عند حد ومللك كوبايه خالص كده هيقول عليك ايه؟ انت مش هتحس بيها يعني، مش هتحس. او بص، عملنا بقى دلوقتي المكرونه وحطينا البشاميل. بص يا جماعه، البشاميل ما يبقاش جامد ولا تخين ولا تقيل، ما يبقاش جامد ولا رفيع. ودايما يعني احنا جبنا حلل كتير وصواني كتير عشان حماتي تعمل فيها البشاميل، قالت لا انا عايز الحله دي نعمل فيها البشاميل. ليه؟ ما نعرفش. اكيد بقى الستات تعرف ان في حاجات مفضله عندهم كده بيحبوها، طاسه معينه، حله معينه. حطينا كده الجبنه بقى، تمام. وبعدين نحطه بقى على وش البشاميل خالص بعد ما تخلص المكرونه. تمام. نحط الجبنه بقى، تمام. بعدين تخش الفرن بس كده. طب بتضيفي على البشاميل في الاخر حماتي سمنه ولا زيت ولا حاجه؟ ولا حاجه، هو اصلا يعني هي بتبقى كده بس. انا حمراها بالزبده خلاص. لا اقصد في الاخر عشان الوش لا. يعني ولا بيض ولا الكلام القرف ولا حاجات، ولا بيض ولا حاجه، هي الجبنه بس. بس ولا بيض ولا حاجه. دي كده شكل المكرونه بالبشاميل زي ما انتم شايفين، جميله جدا 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 جدا. طبعا الطعم بقى ما اقولكمش يعني خطير جدا. طبعا هنعمل بعد كده بتنجان، تمام كده؟ يعني هنعمل بتنجان مخلل، بس بتنجان بيبقى مسلوق مش محمر، مش مسلوق. هنوريها لكم ان شاء الله دلوقتي في الفيديو ده. طبعا خلصنا. دي بقى ايه؟ الفراخ. الفرخه طبعا دي هتتعمل مشويه في كيس حراري في الفرن. دي البهارات بتاعتها عباره عن ايه البهارات دي يا حماتي؟ ملح، ملح، فلفل، ايوه، زعتر، تمام، كاري، تمام، جنزبيل، تمام، بهارات فراخ، ايوه، فلفل اسمر، بهارات شاوي، بهارات شاوي، ملح وفلفل، وكاري، وكاري، وبصلايه بقى في قلب الفرخه هتتحط بحلها كده. تمام تمام، بس كده هنحضر ونرجع لهم تاني. هنحضر الفرخه ونرجع لهم تاني. ماشي. بصوا يا جماعه، في حاجه مهمه جدا، حطينا كل الخلطه دي طبعا اللي هي الزعتر، الزعتر وملح وفلفل، فلفل وبهارات فراخ، أيوة، بهارات شاوي، ايوه، وجنزبيل، تمام، وشويه كاري صغير. وبعدين حطيتي زيت عليهم؟ معلقه زيت، معلقه زيت، وقلبتهم. خدت كل البهارات ومعلقه زيت وقلبتهم كلهم مع بعض كده اهو. قلب الفرخه تدعكيها من جوه كده. يا سلام. بس يعني الخلطه كلها تتحط في زيت كده. وبعدين يا حماتي ده شيء جميل بصراحه، شيء رائع. كده اهو. كلها طبعا بتحطيها تحشيها من جوه. صح ولا ايه؟ حتى في قلب الفرخه. بالنسبه بقى ماشي بالفراخ، حطينا الخلطه كلها في قلب الفراخ. وبعدين بصلايه، البصلايه، بصلايه محلها، هطلعي كده البصلايه دي حماتي. اهي يا حبيبتي، ايوه، ادي البصلايه يا جماعه. كل البصلايه تتحط جوه زي ما هي كده. يا سلام. بس يا سلام بقى. يعني تحط البصلايه كلها. وبعدين تعملها بقى كده كلها، تقلبها تقلبيها كلها، تدعكيهم مع بعض كلهم كده. تمام. يا سلام، ايه الجمال ده، حلو قوي ما شاء الله. بعد كده تحط في الصينيه، صح؟ بس يا جماعه، بعد ما عملنا الفراخ بالبهارات والزيت وحطينا البصله جوه، حطيناها في الكيسه. الكيس ده اسمه كيس حراري، الكيس حراري ده. حطينا الفرخه، شوف كده جوه. انا ايه وبعدين الكبده بقى والقوانص والحاجات بتاعتها دي كلها برضو بتتحط في الخلطه وبتنضاف معاها، بتتضاف معاها زي ما انت شايف كده. وبعدين ده خضار، خضار اهو، خضار بيتحط جوه الكيسه كمان ولا حاجه. بتشوحيه؟ وبعدين رش ملح وفلفل عليه. يعني بتشوحي الخضار ده كله الاول من غير الفلفل طبعا. لا الفلفل لا. الكوسه والفاصوليا، صح؟ كوسه وفاصوليا وقالوا فلفل الوان، وجزر، وجزر طبعا. الفلفل الوان ما بيتحمرش. فاصوليا، فاصوليا خضراء، كوسه، وفلفل الوان، كل ده بتشوح. الزبده، تمام، نص تشويحه يعني. نص تشويحه كده. وبعدين ده كله بنحطه بقى فين؟ في الكيسه، تمام. تمام.
جماعه بعد احنا جهزنا ادي المكرونه وجهزنا ادي الفرخه حطيناها في الكيس مع الخضار كله، وبعدين تحط بقى في الفرن زي ما انتم شفتوا، يبقى فراخ مشويه في الكيس الحراري ومعاها مكرونه فرن. هتخش بقى كده بعد ما تخلص هتخش بقى الفرن. طبعا هيبقى معاها باذنجان مخلل بس بيتعمل بطريقه محمر يعني ما بيتسلقش يعني، وده هنوريه لكم تاني ان شاء الله. على فكره في الفاصوليا، او اسمها فاصوليا ولا روبيا اللي بتتعمل بشكل تاني خالص، فاصوليا البيضه. فاصوليا البيضة، فاصوليا البيضة دي ليها سر يا جماعه، بس بعدين بقى في فيديو تاني لما تدعمونا وتنشطونا شويه، لان كده ما ينفعش، عايزه اقدم لكم حاجات كتير بس تنشطونا شويه. الباذنجان الطويل دلوقتي، الباذنجان بقى اللي هو المحشي المخلل، بس باذنجان محمر مش مسلوق. محمر يعني في الزيت. يعني عملتيه ازاي بقى يا حماتي؟ قطعت العروق بتاعته وغسلته وحمرته في الزيت. الباذنجان. وبعد كده عملت الثوم والفلفل الاحمر بالليمون والجزر مبشور ونحشي. تمام. بس كده اهو. شفت بقى؟ بس كده اهو. تمام. يعني طب الحشوه دي عباره عن ايه بقى؟ ثوم وفلفل احمر وخل وليمون وجزر مبشور. جزر مبشور؟ وخل وثوم وملح وملح بس وفلفل احمر. وفلفل احمر. والبتنجانيه بتتحمر صح؟ مش بتتسلق؟ لا. بتبقى طعمها حلو صح؟ تحفه تحفه. طعمها جميل. مع المكرونة والفرخة. مع المكرونة والفرخة. يبقى المنيو بتاع النهاردة فراخ مشوية في كيس الحراري في الفرن، ومكرونة بشاميل والبتنجان المخلل. يا سلام على دي أكلة، يا سلام. ده بقى الشكل النهائي خالص بعد ما خلصنا احنا دلوقتي. ده البتنجان، بصوا الشكل بقى جميل ازاي وعامل ازاي. رصيناها طبعا في علبة بالمنظر ده. ادي البتنجان، وادي بقى المكرونة. دي المكرونة بس انا شاممها من هنا حاجة جنان، يعني حاجة تلوح بصراحة. التست والطعم والشكل، شكل انت شايفه، لكن الطعم انا بقى ايه اقدر اقول لكم حاجة يعني خرافة يعني. ودي الفراخ، وده المنيو بتاعنا النهاردة. وما تنسوناش بالشير واللايك وكومنت بتعليقك كده على القناة وتشجعونا شوية. ودي بقى الفراخ اللي هي في النايلون الكيس الحراري، جوه منها طبعا الخضار. بص شكلها جميل ازاي. ده الشكل النهائي خالص يا جماعة. المنيو بتاع النهاردة مكرونة فرن وفراخ مشوية بالخضار، وده المخلل البتنجان. ده المخلل ده مش مسلوق يعني، مع محمر كده. ودي حاجة بقى ايه على مزاجكم كده، وقلت عايز اقول لكم تعالوا كلوا، لكن احنا بنوريكم ان شاء الله انتوا تصنعوا حاجات احسن من كده بكتير. بس طبعا الحاجات احنا كلنا بنستفيد من بعض. بصوا يا جماعه الفراخ المكرونه، سيبك من السمن الكتير والزيت الكتير، يعني كل ما تقلل السمنه والزيت كل ما اكلك يكون احسن وافضل، لانها دهون وحاجه كده يعني. ده المنظر النهائي يا جماعه للسفره وللشكل اللي انتوا شايفينه قدامك. وتسلم ايدك يا حماتي وكتر خيرك، وحاجة بصراحة 5 نجوم يعني، حاجة جميلة جميلة. واي استفسار لاي اكلة معينة لاي حاجة معينة احنا تحت الامر، اطلبوا بس انتوا اكتبوا واحنا نجاوبكم على اي حاجة. وعلى فكرة في حاجات كتيرة جدا محضرينها ومفاجأة على القناة، بس احنا العدد عندنا قليل،
يعني عايزين العدد يزيد شوية يعني الاشتراكات، ايه مشكلة يعني اشترك، ندوس كده اشتراك ونفعل الجرس وخلاص يعني يوصلك بقى كل جديد، يعني مش مكلفة الحكاية حاجة. لكن هي احنا هدفنا كله ان احنا نقدم لك خدمة ونقدم لك معلومة حلوة كده واكلة ايه جميلة. بس هو يا جماعة شايفين الشكل، يا جماعة شايفين الشكل عامل ازاي؟ طبعا دي حماتي بقى ست الكل بقى. ها ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.